نعم كوثر، يعني الرئيس إيمانويل ماكرون يحمل أجندة طويلة ومفصلة لقمة الدول السبعة، يعني لعل من أبرزها أو ما ذكر يعني أبرز النقاط أو المحاور التي كانت تعمل عليها فرنسا منذ الأربع سنوات من خلال سياستها الإقليمية والدولية، هي المحاور أولها هو يعني التبادل، الأطراف المتبادلة الفاعلة في القضايا الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمناخ أو الضرائب أو التكنولوجيا الرقمية أو حتى في مجال الصحة العالمية. بالإضافة إلى ذلك المحور الثاني هو كان محور السيادة الأوروبية الذي ركز عليه أيضا إيمانويل ماكرون. المحور الثالث كان بالنسبة له أيضا العلاقات مع الدول الأفريقية وبناء اقتصاد جيد مع الدول الأفريقية. أيضا إلى ذلك المحور الأخير وهو إدارة الأزمات الإقليمية فيما يتعلق في مجال مكافحة الإرهاب وأيضا المسائل الإقليمية التي يعني تتواجد الآن على الساحة في فرنسا وأيضا الدول الأوروبية. ولكن لعل أبرز ما يريد أن يركز عليه الآن إيمانويل ماكرون اليوم هو موضوع الصحة العالمية وموضوع اللقاحات. يعني كان قد ذكر إيمانويل ماكرون البارحة بأن فرنسا كانت قد تقدمت بمبادرة أكتا والتي أيضا نظمت بدورها مبادرة كانفاس والتي بالتالي أدت إلى التبرع بعدد كبير للقاحات للدول الأفريقية أو الدول الأقل فقرا، الأقل غنى والفقيرة. وبالتالي فإنه اليوم يعني كان قد ذكر أن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للتبرع بأعداد كبيرة من جرعات اللقاح. على سبيل المثال ذكر أن فرنسا مستعدة لتقديم 30 مليون جرعة إضافة إلى ألمانيا 30 مليون جرعة، وبالتالي سيكون الاتحاد الأوروبي قادر على تقديم ما يقرب يعني 100 جرعة إلى دول أفريقيا. وأيضا كذلك إيمانويل ماكرون يريد هنالك خطة وضعها يعني من خلال زيارته إلى جنوب أفريقيا وأيضا الجلوس مع الكثير من الدول الأفريقية، كان هنالك ملخصا يعني بأن يكون هنالك تقديم يعني أن يكون هنالك حوالي 40% من نسبة السكان في أفريقيا أن يحصلون على اللقاح في نهاية هذا العام، وحوالي 60% من سكان أفريقيا أن يحصل في الربع الأول على اللقاحات في عام 2022. وبالتالي فإن يعني الآن يحاول إيمانويل ماكرون أن يطرح أيضا بعملية تسريع نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا من أجل إنتاج أيضا أن تكون أفريقيا قادرة على إنتاج أيضا لقاحات حتى تقوم بتغطية نفسها. وبالتالي ذكر أن أفريقيا قادرة على إنتاج 20% من اللقاحات إلى أن قدرتها الإنتاجية فقط 1% الآن، وبالتالي دعم كل التكنولوجيا اللازم نقلها إلى أفريقيا من أجل ليس الآن يعني إنتاج اللقاحات ولكن على الأقل خلال 18 شهرا أو 12 شهرا القادمين. وبالتالي فهنا يذكر أن الأوبئة يعني لم من الممكن أن لا ينتهي موضوع الأوبئة وأن يكون هنالك تظهر أوبئة جديدة، وبالتالي يجب دعم هذه الدعائم في الدول الفقيرة. وذكر أيضا الهند بأنها بحاجة إلى رفع يعني حقوق الملكية وأيضا منع تصدير اللقاحات. نعم